السلام عليكم شباب، كي راكم بخير وعلى خير. نتمنىكم تكونوا مزيان وفي صحه مزيانه واموركم كلها بخير وعلى خير ان شاء الله. شباب، ملي كنسمعوا موتور 90 ديال الخيل اولا موتور 100 ديال الخيل اولا 130 ديال الخيل اولا اللي بغيتو، ملي كيجينا هذيك المعلومه اولا ملي كتجينا ديك القيمه هذه، ما كنهضروش على الطوموبيل، كنهضروا على الموتور. حيت ملي كنسمعوا موتور الطوموبيل 6 ديال الخيل 8 ديال الخيل، لا تنهضروا على الموتور اللي كنقولوا فيه 100 ديال الخيل اولا 90 اولا 120 اولا 130 ديال الخيل. ملي كتجينا خليكم معنا في هذا الفيديو نتعلموا نحسبوا لا بويسونس ديال الموتور او الجهد ديال الموتور كيفاش كنديروا نحسبوه. شباب، ملي تنقولوا البويسونس اللي هي الجهد كنرمزوا لها ببي، ولا بويسونس ديما هذه هي العلاقه باش كنحسبوها اللي قدامنا، هي بي كتساوي سي فوا اوميغا، فاهمين؟ يعني الكوبل مضروب في لا فيتاس دو روتاسيون. وحنا غنشوفوا كيفاش غنديروا نحولوا من تور باغ مينوت يعني من فيتاس دو روتاسيون ونحولوها لاوميغا، فاهمين؟ عاد يمكننا نحسبوا لا بويسونس. الشباب سيكسبريم بجوج الحويجات، كنعبروا عليها بجوج الحويجات، يا اما كنعبروا عليها بالوات اولا كنعبروا عليها بالشوفال فابور يعني بالخيل، شوفال فابور، فاهمين؟ حنا نحسبوها بجوج طرق، بالوات ها شحال وبالشوفال ها بشحال، فاهمين؟ شباب، الا كانت البويسونس كنحسبوها بالواط اولا بالشوفال، فالكوبل كنحسبوه بالنيوتن متر، بالنيوتن متر. والاوميغا الشباب تنعبروا عليها بالراديان بار سكوند، وباش كنحسبوا الاوميغا هي هاد الفورمول باش كنحسبوها، دو بي فوا ان سور 60، اولا في بعض المرات كنلقاو الاختصار ديالها هي بي فوا ان سور 60. البي شباب راه حنا عرفناها البارح كتساوي 3.14، والان راه هي لا فيتاس دو روتاسيون بشحال كيدور الموتور، وهذه كتكون في المعطيات اللي كيتعطاو ملي كنبغيو نحسبو. وحنا غنشوفو ان شاء الله لابليكاسيون نيميريك غنحسبوها بالتطبيق العددي، غنحسبوها ان شاء الله بحول الله. الموتور الشباب اللي غنخدمو عليه هو المعطيات اللي كتبان قدامكم دابا، الفيتاس دو روتاسيون ديالو يعني كيدور ب 2000 دوره في الدقيقه، 2000 تور باغ مينوت، وهذه مايمكنش نخدمو بها الا الا حولناها للراديان باغ سكوند، هي اللي غادي نديرو، هي اللي غنحولوها ان شاء الله في العلاقه. وهذا الموتور هذا الشباب كيعطي 320 نيوتن متر ملي تيكون تيدور ب 2000 دوره في الدقيقه. حنا كنعرفوا لان الكوبل ديال الموتور او الجهد ديال الموتور كيختلف على حسب الفيتاس دو روتاسيون، الا قدا دار بزاف نقص له الكوبل، ولا دار شويه يتزاد له الكوبل، على حسب كل موتور عنده لا كورب ديالو. ورد معايا دابا البال مزيان، بي شحال كتساوي؟ بي كتساوي 320 اللي هي الكوبل مضروبه في بي مضروبه في جوج مضروبه في الان اللي هي الفيتاس دو روتاسيون اللي هي 2000 دوره في الدقيقه. كلشي هادشي اللي قلنا دابا مقسوم على 60 على 60 اللي عطاتنا الفورمول قبيله ديال الاوميغا. بالنسبه للبويسونس الشباب كتكون معطياني يا اما نحسبها بالواط، يا اما معطياني نحسبها بالكيلووات، يا اما معطياني نحسبها بالشوفال، بشحال ما تعطات ماشي مشكل. فهاد العلاقه الشباب اللي خرجت لنا دابا، خرجت لنا هاد القيمه اللي هي قدامكم دابا، واللي هي 66986 واط. هاد القيمه الشباب اللي خرجت لنا دابا بالواط، الا بغينا نحولها للكيلووات ضروري خصنا نقسمو على 1000، وكتخرج لنا 66986 كيلو واط. دابا شنو غنديروا المرحله الجايه؟ هي اننا غنحولوها للشوفال. كيفاش غنديروا؟ غنتبعوا هاد العلاقه اللي قدامنا، العلاقه الشباب اللي تنحولوا بها من الشوفال للكيلووات اولا من الكيلووات للشوفال هي هذه اللي قدامنا. واحد الشوفال الشباب كيساوي 73575 كيلووات، هذه هي القياس ديال واحد شوفال. واحد كيلووات الشباب كيساوي 1.35984 شوفال فابور. هذا تعني الشباب ان الموتور اللي حسبنا ليه لابويسونس ديالو واللي كان تيدور ب 2000 دوره في الدقيقه وتيعطينا 320 نيوتن متر في الكوبل ديالو، عنده في لابويسونس ديالو 91 ديال الخيل، 91 شوفال، فاهمين الشباب؟
يلاه شباب، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتبقاو بخير وعلى خير، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم، واللي باقي ما دارش ابوني يكليك على ابوني باش يبقى ديما يوصل الجديد، وان شاء الله رحنا نبقاو غاديين ايطاب بار ايطاب باش نقدروا نلبيو لكم كاع الدروس ديالكم ولا كاع الرغبات ديالكم. والسلام عليكم.